يا قادما بالتقى في عينك الحب، يا قادما بالتقى في عينك الحب، طال اشتياقي فكم يهفو لكم قلب. يا قادما بالتقى في عينك الحب، طال اشتياقي فكم يهفو لكم قلب. يا قادما بالتقى في عينك الحب، طال اشتياقي فكم يهفو لكم قلب. صبرت عاما أمني قرب عودتكم، نفسي فهل يدنو لكم بها سرب. قل هل طيفكم فاخضر عامرنا، والله اكرمنا اذ جاءنا الخصب. ففيكم يرتقي الابرار منزله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لعباده المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي الكرام، محاضرة القيم كاه إن عاوي سبوب الله صلينا يا دواني رب الله بنا يساه ما كوه ريساوح عن حسوسنا وأن اسكوب عن الإله روح وإبراهيم تهتمين كانت تلفون في سينه تمي يؤير عطك كحيرا معهن تلفنا وروح قلبك ستفكر جاي قلينا يا انت وأن اسكونا تردار مينا دقنا شهر وأن اسفرنا يحسلوني ده إن شاء الله تعالى موضوع عيان قدقلينا. وحنو أمنا المحاضرة الشيخ الشيخ أبو بكر حسن مالين، وحنتي الله إلى نكب الله بالبرنامج كنا عاو قائدها قرآن كريم كاه وإنو أغلنا يا معلم عبد الرزاق فارح، معلم عبد الرزاق فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كاسوح وها معلم عبد الرزاق فارح
شكر الله مساعده ان شاء الله تعالى وحنود لارنس المحاضره عنوان كبير السعاده ووصائلها وانت عنها الشيخ نوصف عنه هو فاهم دونه عاون مرتب نوبي هاي شيخ ابو بكر حسن مالك وعبد كل كس كرس وعطان برنامج تيسي مهم كهاي اذاعته ونصير نو نو اخر انتري دروستي سكري المحاضرات في سنة ملك ستاري نو تشوغان ان شاء الله تعالى عاوى ينسحي سبدا الغفا الى سرينا حتى وحانت على هاي نقولت المايكروفون كشيخ شيخ ابو بكر حسن مالك فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله صفيه وخليله ترك لنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا وسلك السعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنه الأشقياء وبعد ولا العيال وغورنت إلهي سبحانه وتعالى لأن أمه العلمين اجتماعا يكون كان قيمها بلن وانتنا المؤمنين هل كان قريها كملا قريها الهي كملا وكل بيئي يا هم هاد علينا لله الحمد على ذلك وما انت وحا قيمة وين نوعا انتنا المؤمنين انا نفكر ان قريها الهي كملا انه وكلا فائدة سلينا عشرة دروس وصعب سن إسلام كنا يوحينا فعلها الدون كنا إلى آخر الأنواع هذا هو المكان عوام كيدو والسعادة ووصائلها وحا معروفة وقف لباهي يكتهي كل إنسان يبحث عن السعادة بما أوتي من قوة ولكن بعض الناس يطلبها من طرق منحرفة وحلو سوية هاي قفوة لباهة الدنيا كنا إن أبارك أو أولادنا يسعادة من كل الله سعادة أسوأ معنيه الدنيا هاي الضف والفوز بضمانينة القلب في الدنيا والنعيم الأخروي سعادة أسوأ معنيه الدنيا هاي قفك إلو أدونك كهلا ضمانينة القلبية راح حق قلبي وكرا حيست وصدقا وهادئة وراحة يمعان ودرينا إلو أدونك وكنا وراغا مكي أدونك للانتاتك وقفك كبيرة ونغشي آخرة وقبرنا إنه هلا نعيم ينعم ولي قد أنك لكوني مركا أري الكاس قفل بنيدا مقود كي يكون نور إنه اللي بانا إنت أقول يا ركتي يا عقل يا إلهي وقود يا غي وكود هذه لكن بعض الناس يطلبها من طرق منحرفة لكن دتك غاركود أي سعادة اللي بانت وحكرها ليان ودويت اللو قلت لك قلن مرين هباب سن قلو عنا يكرها ليان ولذلك مركة سعادة يوناك يقيمها يلي بانت وحينوت الماما يا إلهي سبحانه وتعالى ما شيء بجرته يضدك إلى هي سعادة يلي بانت سعادة مركة من اللي بانت وحي إلى هي وصائل وحي كلا إلى هي الدار
وحيانا كسو هرجيلة سعادة وحا كسو هرجيلة الشقاوة الشقاوة ومعنيها دمياهن أيان دهر أما هو وفك قدعا لذلك وفك منه السعادة وضل الوهل الليبانتا الدنيا الليبانتا آخرة وكمر انحبابه ومركا الشقاوة أيان دهر قدعا وحونا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإلهي كما قلنا بعوين كان مروا بابا مقدرنا إن سعادتنا وكمر إن هواهنا مركا يقود على الشقاوة حديثك بخاري مسلم لبدل اللي ورنا هي من حديث أبي هريرة أي نبي قلنا وحنوه أمري صلى الله وسلم عليه وسلم تعودوا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وحديث البخاري ومسلم لابد الله يصححين ويقورن هذا من حديث أبي هريرة حديث كاسوك النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم تعودوا من جهد البلاء وترك الشقاء إلهي كما قال إن مسجد الدرع أيان درع إن مسعى قفك أيان درع يقول عيسنا وقفك سعادة يكره هذه ما الله وسنقول تلقل سبحانه وتعالى وصدع كل من إلهي وحده يا سبحانه وتعالى سوى سعادة نوت الماما وناك هي نغشة وناك سنة ماشي كجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قف كي سمية عمل صالح لقنا هل الإيمان وإلهي سبحانه وتعالى وقفك أبا لغالها فلنحيينه حياة طيبة. مرك واحد قرر إنسان فنحي أنه فعل كاو حلوات كي قسم ينون توكيد أي الله يسوده. يعني واحد دبا هنا يتوقف كي لقاه الإيمان والعمل الصالح. إن لقونا ولا إله يو نور ونعكسن. أرن كإله حقوقات كي يسوده راي. لامتن فنحي أنه بجر تأس المال يسقى ينون توكيد. أو لغات كهيو وحيالها مهمكا مركا وصائلك لغوكا رغفكو إنو هلو السعادة وحوّد الإعراض الإقبال على الآخرة وعدم التبسط في الدنيا والاشتغال بالطاعة سدح لا شيء أي واحد يقول سعادة الإقبال على الآخرة قفك إنه مر فكر كيسة هي مسكح ديسو وقفك ديو آخرة ديسو كفكر وآخرة ديسو وقابله والإعراض عن التبسط في الدنيا إسكرا إلى الديو لأنه كله غفت سطو يعني الديو اللي مدي دانا أنه رشا ذكرها سطو لكن الوغاها كفت سطو ودي سدي بتقدم كده آخرة دينا جهد كذي فكر كذي دلال كذي وقوة يرادة الدنيا دي يسوقنا عكسنا لسوق في ريسو وحيكم تهي وحيالها المقارة شقاوة رأي عند هذا المقارة ولذلك إلهي سبحانه وتعالى يسوق وصائل كاستلمامها نوغل الدقاء يا وضوينك وقولهم ودوين كان يقول ما إنه قفك الدنيا دي وكله قفل صلاة آخرة دي نبجوه دي دي وكوية رادة وإلهي يا سبحانه وتعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة يسوى ضدك حبنا إلهي سبحانه وتعالى سعادة دي اللي بانت دي نعمري صفاتك دي تلمامه دي قيحة هي أي إلهي وإلهي بل تحبون العاجلة وحجي عشيهم العاجلة والنوشة أسريد لأن العاجلة وحلوة المامي وعدة اللحظات نوشة أسريد واللحظات معدودة البرقسيال هي ساعده هي مالوكة ومالوكة نوشة دقدقة يسرجعشين لله سبحانه وتعالى وتذرون الآخر آخرة دينا واتكتليسة مركة إلهي سبحانه وتعالى أيضا وحنا نقول قيحي
إن الدنيا قفك وقابلة آخرتنا وكتها قدلال كيد وكوية رادو إن إتهاي ودوين كان وقال لي حنا يسعى على الديبان إلهي سبحانه وتعالى آيات كلمة حكولة يعني أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون تذكر لقاه لي يعني التبسط في الدنيا الدنيا كلها في السنين مركو إلهي كاهد لها يحويري أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة قوة سوى قوة الدنيا سوي بسنين آخرنا إسكاك علي وإسكاك يعني فكر كودة هي مسكحة ذا مروا البضل الحكوين محاد اللي بيشتها محاد يعني بيشتها محاد عنتها لكن إلهي هرتي سبحانه وتعالى مركي أريق وقاول ومستعجيه مرحلة ده أسحالة ده المحين وغندو انتها فكر كودة وقويني مركو الحين قلت المامتاسين يكريني الله سبحانه وتعالى فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ذلك المرشة الدنيا الدورتين عذاب كمرنا والله كما فضو دائم إلهي أكتسنا هيلين كهيلين هاي فاسمك وحوي الإقبال على الدنيا والتبسط فيها الدنيا دي ولا قابل الله قفت صلى آخرين دلال كهيلين الله يرأيه فأيضا إلهي نقول المؤمنين وهم تيسر على العياذ بالله إلهي نعم الباري سبحانه وتعالى مركا وحاجرة نماذج تاريخية وصالوين تاريخها وقرآن كإلهي نعم الشيخ سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله وسلم عليه وسلم إن بضل فسوى الله أعطيت علمتنا تاريخ كتبته وصير كتاريخ أي واحد له نماذج كاسي مركا وحيكك وبيهن لبقى يوض تصارى وقوه يا يوحوي وادد كذا دي سعادتي اللي بانتي من طرق منحرفة ايوه ماشي نرشو ذا يتوقع بكبودين ده تصارى انك الله يا يوحوي وادد سعادتي اللي بانتي ماشي يجبتو درامي ايتاي آخرة ولا قادلو البيضة أنا ليس كي يرايو عبادتي عمل كسالي حلقو مشغورة هي ضد كان رشد ماشي يكون لبس تسالوني كاس تسالوني كاسي مركة قرآن كان ويكبو حال أحاديث النبي قال صلى الله وسلم عليه وكجرا كتب السيرة وطاريخ نوي كجرا قرآن كوين بضان وحقوع العليا يعني قصص الأنبياء مركة لقى هذا قصص الأنبياء أهداف اللي قال يا يوحوي ذاتك قلوب تودي نقلس لنا تصو ذاتك اللومي ماشي بدبس ذاتك الأدوية الراعي آخرنا كسي جيستي ماشي بدبس قرآن كوين بدا محلو شاقي قصة النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام هي فرعون قصص كي دحلاي وكنتي يعني فيها عبر ودروس وحكم وقصص يعني عشان ربنا يحكمهم فربنا يكجران مرك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله موسى مرك فرعون الله موسى ودرهم حكوية اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى إلى يوم غير سبحانه وتعالى نبي الله موسى فرعون رضى الله وحد كتبها هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى دار مكو جرت أين يعني ظهرته وظهمته وحق ربك أن كوها نوريه فتخشى إلهي لا تخبى الله سبحانه وتعالى فرعون غير كاس دار مكو جرت وظنت هذا كجرته وماشى سليمان هذا كجرته ما يقبلش أو ضد المراعيس. السجى مركا إلهي سبحانه وتعالى وأمه جيل ماشى سعادة دي سكجرت ونتاي خشية الرحمن إلهي المكبر سبحانه وتعالى. السجى مركا سخلدا أيوه فهمي سعادة دي مركي يعني سورة الزخرف قصة سيكسر لعبتين وعير فرعون ونادى فرعون في قومه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين
ولا يكاد يبيه، فلولا ألغي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترن. وحو يري سوى كمر هذا ويس عدد ما شيء كجرته هي ما شاء الله وتم بابي سبحانه وتعالى. أليس لي الملك مصر وهذه الأنهار؟ مرك أنا قال لي ليه الله كبر سو بغطوين لمصر وانا نريد يقوها استرادة سو بيالك دردورة هيا وصره يتبقيد هذا هو استرادة دردورة هيا سو أنيك يقوها استرادة أفلا تبصرون مردد وحركة هيا متين مياه مرك أنا قال لك عبسي قال لي ايه يا رايب وحن ما تفير يسار وحن يسعال ما هميا اللبان ما هميا ووحن أنا قوان هيستو يعني سهو نقول أركتني سوى حيلتها إنه يضرب السعادة ولكنه يضربها من طريق منحرف وحيلتها يسوي مركعين وناك ليبانها إنها ولكن وضق الله عنه كبه ديوبي وعذابي على إله يقول علي مكرادة ورماد أبو حركتان لي ضدك يسعاد ويبينها ما ذي كان الله أما أنا خير وحو لي أصير دكتي أنبياء إلهي أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يريد روح اللي هانيسا مريقا كخير بطنين ما دام وبيضا يحس بها لأنه بغطية المصر فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب وحو يجيب الذهب ما لصيه حديث عادو ويستنى بالله نص ديبان المعيس مركا إلهي سبحانه وتعالى لم يله المسلم ولا إلهي الله كعبسي فرعون ويا يعني سعادته إن أيسن بغرطوية كجر مال فرقضان أيسن كجر أيتهي الله كعبسي الله كعبسي قال هداد مال كوه شر ونعم النعمة للرسال هداد كوه إذا مال كينا حكا ومغن هداد الله كعبسي سن مركا مال كي يدوين أيسن قيمة لهي وسعادة أيسن كجر مال بلا تقوى في مركي النبي الله موسى إلهي وكان الله سبحانه وتعالى فسقى لهما ثم تولى إلى ظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير مركي اللوذي قبله بيه الشغي وأريك هو ربي النبي الله موسى يسوى آد برحفات سنة سفر بيرنا سوك علي أيون بير إله حديثه الدجيسي ورزقه ونبه علي سعادة إيسو الدجي هو قاعد يسير، إلى مزاقة ذي سود يسير، سعادة سين. بعد ذلك وحوي وحلاص ودري النبي قاس إنه سعادة ذات كبار ليبنت. مرك هلك وحن كقرن كنا ولا ريال سعادة من يتهي قفك ليبنت هاي استعار وياي قفك آخره دي سقابرة الدنيا ذاك قاعد يحصل. يعني سوف يرين النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام هذا الذي سب يا فرعون قال قاوين هذا الناس لكن البرقسية كبعدي ضد كنوع سعادة وفهمي إلى يدوية كجرته مال بضل عاثمات بضل قرية طبقية كجرته بعد اللحظات وحيد دريمها يعني خسارة كجرة انت يسندما هي لوسو تنتجية وحقائق ضرورة تصير فرعون كسنة وحد لاية في سورة يونس مركب لمنع رياض الفاضل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين مركب نفت ويكبر حيسين أيوب دريمين وطالب كتب إن سعادتي اللي بانتي وأركي ما يخل دم مكرم بل سل إيمانه يا هاي إن إله سبحانه وتعالى طاع عليه سوء لازمه آخره وقابله الدنيا له سكيا رأي مركبوا بير مركب كمان كمان وحان فمي الله يهرب من إسرائيل فمي وأنا من المسلمين هذا أنه كان سليم المسلمين تأكلون لكن ووقت فرصة يا إلهي وحلقتها بمركب وده هاي يعني أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي مركز أنا وقفت من حسوس عفمتها وحلو جوابي
الآن وقد عصيت قبل فرعون هضم يا عقلي إذا توحد الانتين وكنت من المفسدين مركع ولجدد من قول الرياض سعادة قبتها المرشة قبتها اللي بانت نقفك الدولاني وإنه كم هذه الإقبال على الآخرة آخرين المقابلة والاشتغال لداعة الرحمن وعدم التوسط في الدنيا هل كاسر اللي بانت كجر ونقب كجر من كم غرطوية بضنا كهان تبضنا في العول مجر يساقنا الدقيقين وقدم بيسوء الدوية وكم بحي والله كيسا على عالكس سوماليه هم تدين أبدا هدي الله يسكو دارف ما قال هي عشر طبعا ميلاد ميل ما قال هي في العون هنتيس بعد ذلك ما ليس هو فوق هذا ليس مركو الدنيا كفى حي حقائق الله واحد جري من كلا يسمونه قرن جيس أهان جري وضد كيس هو كل لو كمل على فرعون اللورين جري قارون وإلهي سبحانه وتعالى وكيل وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة وحانو سيني يعني كيد العقاء وفرياشة كلية العقد وكفر رأي وقال الله في صندوق كقالك فرها كلية قصندها العقد وجود مركبون الدولة ضدك ما انقابتها إنه دلالك الدنيا للعقاء وأتصي سعادة اللي بانتو فخرج على قومي في زينته يسوى آد وقرح بضر وفرده سيئة ذهب كي سيئة دويدي سيوتا أي صالح بري الدتك المؤمنين تعالى سيوى الدتك ومؤمر هوابيو سعادة إليه تهي الدويدة لقى جيست وآخر اللو جيست يعني وحولا يا نبو إلهي كي جيست وآتانتذا إلهي سيئة قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم كوي من قاب كاها وديلا دونها وعقل قد موفضة إيه يعني هنتنا يرتا وكسا ليسنا وحي إلهي يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قوي من إحسدنا وحي إلهي الله قارون وحي للسيين محانا للسيين فيه وحي تبدقا إنه لذو حظ عظيم وأنا نسيب وين لسيين وذلك من قاب لكن ذلك عقلك علمك على هذه الجوال وقال الذين أوتوا العلم ويلهم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا بل أي الله يكون لي إلهي أجرك يا طاعة الإلهي لعبادة أي كخير بدل وقع الله لك أجل الله يسقى بعد الحلاب معنا محال عين قبل صيامك بعد فخصفنا به وبداره الأرض يسقى يقول لي سيدبقى هاي أنتي دي سي بركة لنبقى إلى حديث قاركود التمام آيات إلى يعني قيامه وكرعه هو يتجلجل في الأرض بلك إنه سابق وريده وصابق وريده مركا تاسي ونماذج وكمدة ضدخي سعادة الإيمان تك رالية من طرق منحرفة ودوي خلدن وقرد جيحة وفهمين وحيوار كان سيدنا أبو حوي يقف كمؤمن كحياة ليس وإن نقطة حياة الأنبياء حياة الصحابة نرش الأنبياء نرش الصحابة وإن عقل كيس قرات كيس نرش الكوسا لكن خوف من سعادة اللي بنتوا أركوا الدنيا وكذا اللي بنتوا اللي كجرتوا وأركت ذي قالوا أي أركي جري وصاروا يكرسوا قالوا يا كمل جذهنا ويكسمين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين أنا قدتك أبوها أنت بدل أبوها عن هور بدل ساس أو قد آخرين أنا العدائي وأرتدى ذي يوم حيث هاي قفكو هدو قفكي كعر قفكو قفكو كعر هور بدل يا كم على القضية هاي إن أنا لقى عذابي والعذابي ما كقفكي وأركا نرش سيدا إلي كجر تري سعادة إلي إيمانتي وناك وكجر وحو قالي ضرق منحرفة وضرق الكفر والفجر وأنا خسارة الحلال بساعة كشرانة واحد جرات ضد أيقنا مسلمين لكن أيقنا الضرب نوع عصر وكراء كذالي وخلق
وحو قرأي كتاب كان البداية والنهاية أو إسكالي هاي حافظ بن كثير وحو كتاريخين أي عبد الملك بن مروان الذي حكم العالم الإسلامي غربه وشرقه طوله وعرضه ومن مؤسس الحكومة ذاتكي حكومة الدولية الأموية الذي يجري ذاتكي أساسه كجري عالم الإسلامي يوغن أي الحكومة جري مدن دارو كلينا لكن كما وصن درسن كما درسن بغلتو يديسة يدو يديسة ضاعدي علالدي هكي لغاية مالنتي ودي من عيالي حسنين عجيب لها دعي عبد الملك مروان ومعلم تسوت لنا يا مركي روح وكبح يا حقائق نقتي لك يا ريت أي روح مغلي من سرتي سبستي سا غسال الله من داعي استع مروك ليس سرك سيا شقي سنا مركي روح سعدت ورخي على نقر مساك يسك جلا يسك علاج سنا وطريوم كيسا كريم الله أنت كلي علاج وجود من كاسو مغلي شقتي سا مركاس وحوي ونكن منك غسال تعبين مركز ليتني كنت غسالا ليتني لم أكن ملكا ليتني لم أنا للخلافة شليتني دي لما دعيستها سبحان الله غضي منك مسكين كاهل لو ساعة سدح ساعة توشا قيستو انت كآخرة دي سب يعني المسجد كيس دا عليس إلى ليس كم مشغول سنة حل الغوة مركا يعني نمالج كاس وحي كنتو صنع يا تصارو كاس قفكو كبيرا يعني ووح البرقسيال قوضان البرقسيال كبيرا بانتا هاي مركا إذا ما لانا حقائق رنتا وقفكو فهد ما يومين يتذكر الإنسان وأنا له ذكرى قفكم ما لنت حقائق وإيمانا هو حسوسها وأنا له ذكرى لكن حسوستم حيث تلي بلاي حيا فيه حكم تلي بلاي ليتني كنت مغصى ولذلك مركا حلو بها إيه قفك سعادة اللي بانتا كان هذه هاي ضروغة نوع عاسي ودوينك خلدان نوع عاسي إنه كبر هذا يقول ضد كاس كهن تلا ضرنا كم غرتوا يلا ضرنا سلا البرقسيال كبعد أيوه همية أيوه مجاسلا إني لو بدأ يستكم غلا هديه قفل بقى في عبارات التاريخ سيد الحس وعجيب له وهنقادني لأن ما لوش تساروي كلا ضد كي سعادة كذا هذه ماشي إلهي قوت الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ما شاء الله سعادة وقليل بريئه ذلك كالهدي والله قهري الاعراض الاقبال على الاخره والاعراض عن التبسط في الدنيا وحوله الرايه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين وحياتي سمرك يقفك في دراسية نرش النبي عليه الصلاة والسلام قفك سكون ديا هات ناس إنه راعب ويعني النبي عليه الصلاة والسلام ماشي وقاري مقام في إلهي وقاسي قفك قاري حتى يمجد إلهي وما تلقي لكن هذه هو حلقة هوا إن هذا سكون ديا تحراع النبي عليه الصلاة والسلام مركب سلاة هاي حياة الله النبي عليه الصلاة والسلام نوش النبي عليه الصلاة والسلام وحات المامة هاي حديث كي وورينا هاي إمام مسلم في صحيح وكوه وعلي النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لي مثل أحد ذهب لسر لي ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرسله لدي وعلى النبي عليه الصلاة والسلام كل مرت أحد وفكي تقيم
وبرآد ويد برتا أحد هذه ما أنت اللي إله النبي عليه الصلاة والسلام ذهب هذا الرجل مجعلين ذهب كاس سدح مال مودين وقولي غيره وكوهي مجعلين يعني هو الآن كان النبي عليه الصلاة والسلام أزيلا إنه يتهي وحدة لنتيدة ووسخة وطلق أهل الله إلى إله كحرا وعارفين تهي اللي يقال لها إن أي حق ليهين إلي كسي جيسان سوحي أي تهي أي درعسين لأن الدنيا قفك كله قفت سرعية وقف أن درعسين وحا أي تهي وسخة لنك فهمي أبيه ولذلك إمام الشافعي رحمه الله تعالى سؤال الويديين سيدة أوسوك وريي الإمام البيها بكتاب كالليلة مناقب الإمام الشافعي كتاب الليلة لهم مجلد أيو سيدة أوسوك وريي إمام البيها رحمه الله وحال الويديين إمام الشافعي رحمه الله تعالى من أعقل الناس ذاتك يا أبو عقل وحكرا الويديين قف هدين وهنتيدي سأود الدار موقف كمضة وعقل جبران يا هنتيدي على سير بركاس نبي الإمام الشافعي المعرضون عن الدنيا والمقبلون على الآخرة قف كمضة وعقل جبران أي أن حلاه يود الدار من هدي ليلا حلاه وحلا سير نبي تذكر الدنيا لا كسي جستي آخرة نفاقولة وجودي آخرة قلب وقوة جاي آخرة ذاكرية كيف كره هذا كاس الله سير نبي لأنه إيجا عقل إيجا قرتي الدنيا واحدة هي آخرة واحدة إيجا لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بور ذهب وقت نهب من قريب يسدح مع الماء يعني سدح حين قريب ينجو لكن الإمام البوصيري رحمه الله تعالى وراودت من جبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وعن الإمام البوصيري يعني حديث قاسوة الإمام عين بوريه أو حي كعد صدير النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون ذهبا ذهبا المغنى فأراها أيما شمم وحود تسيين كسي جيسشو أنه كذب النبي عليه الصلاة والسلام حياة النبي عليه الصلاة والسلام حكمنا حديث في عبد الله بن مسعود الذي رواه مسلم في صحيحه وروي النبي عليه الصلاة والسلام يسوى إن وشى كينا يجيف كيس يوحى وكسي حنجر نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاعة فقال رسول الله صلى الله عليه ما لي وللدنيا هل أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح عنها وتركها عبد الله بن مسعود في نوت المام فراش كان النبي يسدها صلى الله عليه وسلم يسد النبي قد يده فهم دليل أي قصة أهل النبي عليه الصلاة والسلام مركز دليل تي وحقصة ورنتي النبي فريس عليه الصلاة والسلام أي دليل تي أي قصة ورنتي مركز محن كني للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو اتخذنا لك مضاعة شو هذا الرجال أحسن؟ هذه المقصة ما ينكور النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا وأنا يا الدنيا حاسك كان قريب وحش شقاه ورسكولة إلا يا رجل يا الدنيا الدنيا وانا قناه النبي عليه الصلاة والسلام وسيدي وكدح لي سيدنا علي بن أبي طالب يا الدنيا غري غيري الدنيا قف انا رجع هاي الخيال وبين بلس قطص الى دوراك سنتا رجع وانكو عقاد لكن دوتك كلام دوتك كلام بيانو الشيء من الدنيا روحي كده حلال حياتي النبي عليه الصلاة والسلام ينورك النبي عليه الصلاة والسلام اي سيدي كاسك هاي دوبا قاتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا دنيا غر يا دنيا كاسو النبي عليه الصلاة والسلام ما لي مالي أنا أدير وحكوا هاي النبي صلى الله عليه وسلم عليه كراكب استظل تحت شجرة ثم راح عنها وتركها قف جيد وستي توها صلي
هذا قلبت كعبة يعني الدين إنما محوك عليه النبي عليه الصلاة والسلام سنة وقالت هاي قلن كي غير قلن كي دمبا وكعبة ومكي لكن مشكلة وحيت هاي النبي عليه الصلاة والسلام وفت المامة سعادة للبان فيني كجرته قفك إنه كفر كيرو نسر الأمل يعني يدين في رسول الله لكن بينما هذه المصلحة على هذا الكف محيش وتكفى كريش مركي اللي قارب الله وكن يا سقاط أما الله وكن يا طبنك الله وكن يا لبية طبنك مركي اللي قارب ترى محا أمس الدكان أفولي دونتا الشركة اللي أتكون جرتا هي مسي صوصار دونتا مركا واحد كون جرتا دارتد يا رواية عد وشيدان بوفولي هاي وخسارة أبو الهمام شيخ الأورنجري وعلمة دي غريق وعارفين تاي إلهي وقوعي كمنا أي أولوية نينا وحكويري صلاة كو حرمنا يا هبنو بريكو حرمنا يا صلاة مدام صلاة دي وقوعي عارف مركز أولوية للشيخ العارف بالله أبو الهمام أعوذ بالله من طول الأمل إلا أن كما قالوا يعني يدين كبير ولا مسنت وبرينا تقاري حتى وقوع على السنة هذه يعني بري صلاة كثيرة قرفس يعني واسنة يكاد أحلام النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا في الدنيا إلا كراكي استدل تحت شجرة قيام هذا القرآن كما كان أخرس وسلو يعني أصوى قابية وقيادة قيام هذا الإله منه تلماما يمحوك تلماما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد نفر إلى هذا كفر ستوحي بري وهو المرسل قيامين لما يا إله منه كعبر البري بري ما فوقت هذا بس أعلن يا رحي وحل دمه بري وإله كسوقا قيامه بري الله يتلما يوحى كسوك يا محيي ساعدوك على غير يوم عدة لحظات وعدة ساعات وعدة دقائق أين الناس؟ لذلك حديث الإمام أحمد وكتاب كيس الزهد الكبرى يعني يوم تلمام حياتنا النبي صلى الله عليه وسلم ينوش النبي عليه الصلاة والسلام سلا يا عيد حديث كيس الزهد الكبرى السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بنت رسول الله أي وحي تري ناولت كسرة خبز برسول الله صلى الله عليه وسلم هل مفجبك أي النبي أبي عليه الصلاة والسلام مركة إمام أحمد كتاب في سهزودي مركة حديث كاورنا وفير النبي وكقاتي صلى الله عليه وسلم قالت من مفجبك جبكا مركة محوية إن هذا أول طعام دخل في بطن أبيك منذ ثلاثة أيام كما بيدين سبح مع المدى الله يجعب وعن تلك يقول رئيس على شهر بعدش مفضل أبيك هذه كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسة النبي عليه الصلاة والسلام سعادة لمن تأدي لمن تأخر وصلت الإقبال على الآخر مكة فالمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سلسة النبي بجوابي عليه الصلاة والسلام وحن شكي كجر هذو دولا أيها النبي عليه الصلاة والسلام دورا هذا إن الذهب من الله عليه سيد الحديث كما المسلم أبي ورد عليه الصلاة ما هي الدنيا يعني كعاجز إنه واي لكن إذا دم يسك حيرة يا رب عليه الصلاة والسلام وحي لا تهي أنت النبي عليه الصلاة والسلام
مركي يعني الدنيا إلى يأتي سواح كتاب وتلمامة لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما صغى كافرا منها شربة ما الدنيا هذا القيمة هالله قال كالقلاس بيا إلهي كما عبسيين وقال نبو صلى الله عليه وسلم لأن واحد يقى القيمة كوقوفة بيا عدوها كمسين الكافر هو عدو الله محال نسي الدنيا مركاتي القيمة لها قف هذيقى نعبتها يا عدو قاقا واح قيمة للموقود يغيس محال مركا السببت لتالي ذاتك عدو إلهي الكافرين تي مرافقين تي مجرمين تي محال لو مبدي الدنيا واح قيمة هي سواهي وقشر يعني حقه اللف بينها لذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة الناس هي سعادة ليس الناس تهي أي ثاني لأنه وحى الليلة النعيم لا يدرك بالنعيم راحة هي النعمة راحة كالبومنة يعني النعيم كآخرة إلهي وقلت المامل آخره وحياله وحنا الدنيا لنا يوح له قياس قال كرمنا على الراحة ولو فرصة وحتى لحياة لا موت بعدها أفكي جنة إلهي يقول سبحان الله نرى غير ليس كذلك ونعيم لا فقر بعده راحة هي النعمة الفقير تنمى ليس كذلك وشباب لا شيء بعد بل يرنمو دغنمو إذا كذب لي ولقى سلاة بل يرنمو وصحة لا مرض بعد عاثما ولقى له محن حسين انت الدين اللي قيل لي مركب النعيم كاس عبده وحيدة النعيم لا يدرك بالنعيم نعمة نعمة له مقدار يعني وحيدة بها انت هاي قف الدين كسي جيستي ضاع عليه جهد لعبادة البديل أي النعيم كاس آخر الجاي لأنه عرفت وحيكم معها وحيرا دون العسل إبر النحل يعني ما لك شنده وحكسه كيا عربضها شنده إن يكون مدهن ما لك مركب صوب ولا صوب بحيس أو حب العدي وين يكون يعني الشيء والبوم عن دي الله صوب كبر مركب يعني ما لك دويه نعيم الآخرة كون إمس الجهد يوم ولذلك صحابة النبي صلى الله وسلم عليه وسلم أيقنا حياتي يكدح لها النبي عليه الصلاة والسلام قف أيقا كم إذا هدي حتى هنتقوا هلو هنتنا سؤال هو اللي يكون أبوريس يعفسي وأنتم حلقية الله قفك أوقا هنتي هلو يسيره هنتنا حل موسي إله يا أبو كجع ثم في عبد الرحمن بن عوف صحابي جليل بعد هذا هو هنتقوا الناس لكن dadka maanta hantida la haysta sida ay ku fakarayaan isadu sida uu fakarayo qulfiin Cabdi Rahman ibn Auf utiye ilayhi bitaan oo huwa saaxib isagoo Soomaal ayaa cunta loo keenay cuntadii markuu fiiriyay macaanteeda iyo sida cuntada qaaliga la soo hoos dhigay wuxuu yiri laqad qutila akhi Mus'ab wa huwa khayr minni waxaa la dilay walaalkay musa waana iga khayr badan yahay fa kufira fi burda waxaa lagu kanfanay yiri mar in sutira biha raasu in gudiya biha raasu hadii madaxiisa maradaas lagu astaro bada rajulaa lama diso lagu wada qadan ku fatay yani kanfan aad yahay la wada jirkiis ma asa waana iga khayr badan hadii hina saad libant wa midas وإن غدي بها رجلا بدا رأسه هذه اللغة نقول الله تقول أنا ملح إسان الله رأيه فبصدت لنا الدنيا أنا أنا ودوجي دائرة الدنيا أنا مفيد وحي هسي الله أن ترك النوع ودرك إسان فأخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلي وحنكب قاوي أجل كي آخرين اللي إن عمتنا اللي يقول بكي أن يسر بكي آخر أقبال أقول ثم بكى وترك الطعام واسكوا إن بركاس كسي جيس marka kii hata saxaabada hanti hela saasa taqwada iyo kubashada iyo hinta ugu badan oo waxay ka walwalayeen amayba tahay ajirkii aakhiraad ku lahayd
ولكن هناك قفكي وربك المقامك جندا يعني وكسر الروال أو مقام سرية جندا أو كهلا كله كل در دار مجري نرش يصير وكسر أيه الإقبال على الآخر والإعراض عن الدين. حديث كي ما مثير مدين ورنا أيه حاكم إنه السنة كيس صحيح يعني مثير مدين أبو كورنا أيه سنة كيس يا النبي عليه الصلاة والسلام كل در دار يا عائشة وكيري يا عائشة إن أردت الفوق دي فعليك بعيش الفقراء وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تنزعي درعك حتى تهلين. وفي عائشة النبي عليه الصلاة والسلام حتى دوني سيلة السوحة عائشة وجنلا نفكرا ومقام سر إله وقيم حياتها ضدك مساكين تهي فقراء الدنيا أنكدب أردن نرش ولا لازم إلى عايشة هذا ضنك لدينا غير يسوع عايش ومقام في عنا يعني قالت وليه هو عن كلام الدام يرى النبي عليه الصلاة والسلام ما راح دي أتسوي مش تعايشة يعني ما راس هسيب إلائك من مات وضدك الدنيا يعني كل واحد في سنة يوم ما راح نحكي وقع ما راح تاعي موضوع كمان رجع بحياة ما ظل كان كوب مثل الشوقة كان كنص على المذكر شوي يشاهد عليه العيش لكن هذا ما ظل كان يوم رسول يمشي من الله عليه الصلاة والسلام وهذا ظن كان هذا هاي هني إلى الشوقة وذي سؤال يشوف مقام في عنا جلالة حديث قال ترمذي يقول ريس ولن كيسة حاكم من السنة كيسة صحيح لذلك مركب اللوبة هاي هاي طف والله إن سعادة وأركب اللي بنت سيدي وأركي نبي صلى الله عليه وسلم مركي اللي يسوى تقول لما بيش كاس نبي عليه الصلاة والسلام تسالوا يجي سحابة النبي عليه الصلاة والسلام سيدي هاي وحيوغا نحلي تابعين تي هي أتباع التابعين هي تدكي علماء صالحين تقول هامبا نرشا سيد أحلي حياتنا سيد أحلي إلا تدخل لك سوء قاله يعني قدر الصومالي ده جهل إن الصومالي ده دين تكوفي عسلية علماء النهارة جزاه الله خير جزيلا يعني شيوخ دي مانت يعني دين تود النور كوده وطن الصومالي اللي أقيا إلى كبد باريين دار الكفر والنهار وقلعة الشرك والنهار كبد باريين يعني شغويس القادم الشيعة المهية هي تدخل الشيعة عبد الرحمن الصوفي ذلك كل مركي تاريخ الله آخرين كل وحيايين كوة إحراعي حياتي النبي صلى الله عليه وسلم نرشي النبي عليه السلام نقوم بمركز نرشي ساعة خسر القرين يعني كتب بضانا مقاقوا أغلب ما أنت سلا نورق من الويس أن نقوم حقيقة يعني مركي حياتي ذلك بأسل وحيايا ذلك مركي حتى أي وحسو قال مجلس قال وقعي فضي قوي وقعي ذاتك فقراء دلالة العلم ذاتك جارك الله يدرسك أي قعنت في الجارة حتى الدنيا تسمش دعوه للغتين دعوه مباركة مباركة لأنه قفك مركي لقاه له الإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنيا لقاه له دعوه يس يا خير كيس يا جهدي كيس ده وفي النقطة جهدي مبارك إلهي مباركة يا سبحانه وتعالى لذلك السداسة أمريكا دكتور المراكز أبو لهام بعد كمل إسرائيل واحد تسأل الله سوق عارنكا يعني دكتور سدا شو إلى من جري الله سوق عارنكا الإمام الصدق رحمه الله تعالى كتاب فيه طبقات الفقهاء طبقات الشافعية الكبرى وهو كشيكي القاضي أبو طيب القاضي أبو طيب وحوها يعني بقول يدور سنو قاعد
ولم تسقط له سن ولم يتغير له عقل عقل يسنا اسم بدل الكيزنا هل إليك مدعب إنه يسنا من أسطان مركز واحد ويدي الشيخ محادك قاعد يعني مركز واحد أعضاء حفظناها في الصغر وحفظها الله في الكبر وحبنه أن نكيل علينا معصية الذنوب انت يا ريت إلهي يا رحمة الله مركز يقولونيك بعد إلهي يقول الله سبحانه وتعالى بدكي نحلي حياتي ينورش النبي عليه الصلاة والسلام وحلقه اللي دل حتى يعني تاريخ المكان على السلالية لم تكتب عنهم الملائكة الصغيرة ولا كبيرة آخر تاريخ للصلاح رحمه الله تعالى كده حاضر كتاب من طبقات الشافعية الكبرى إمام السبكي مركبه كهل لا يوحي شيخ النفتي ساشاقي من صلاح العلوم لم تكتب عني الملائكة الصغيرة ولا كبيرة أنا ملائكة وليه ما قرينه من الدنب يلي أنا آخرهم هو قادر جري سعادتي سي قرشي سا هي الليبانتي سا الدنيا مدى آخرهم دي كجرت أي إلهي درسية إيه ما قرينه سبكي مركو هذا كتعليجين أي مبعد وهذا فضل من الله العظيم كاسوا فضل وين وير الله وكوكا والإسلام سبحانه وتعالى لذلك مركب وحن نسوى دردار من هذا المعنى إن حياتنا إلى نرشينا أن نكسر إنا حياتنا أنبياء النبي أنه هو فضل بنينا صلى الله عليه وسلم إيه أصحابتي النبي عليه الصلاة والسلام سيدا يكون ورايان على كسر إنا دعادنا عبادة وحل دونا مروى ووقفه مرك إلهي يقول وانا أيه وضاعد قربتنا أيه لا شرط يا مهم أن تكون طاعة سادرة عن معتقد صحيح وإخلاص قوي يعني قفك مركب ضاعلي سإله يكتس يحكم غرس وإله يكتس سعالي الإيمان وكذل عليه وإنه عقيدة صح ونبأة إلهي سبحانه وتعالى ولذلك قفك هذه معتقد كريا وحب أمن سنيه وعقيدة سنيه أي كبر هبابان عقائد كي لقد أحلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام هذا خلاف سنه وحلم النغاية قف يعني قل حديد ذلك كتيرا قل فضي حديد ذلك كتيرا يعني الله ما هدي الله ورابيك وربي الوشه وحيد كينا من دول قلت كم كبعا ولذلك وحوي ضاع علي عبادتكم وفروع دي قلتكم لامين قلت معتقد في عقيدتنا وحيد فيه أساس في دينتي لذلك قفته هذا معتقد منه وآمنه وعقيدتي مركي صفات إله لقاها لا يوري إله القوس جوغا إله المالدقا إله عشية كركي سزاتي دي سجوكتا إله مالك تعمل فليسنا يعني ما أنت يسومالي ذا لقود إحفافنا يوضطك مبتدعا لقود إحفافنا يوضطك هذه عقيدة النوع سقفك من سيئه ومعتقد في السنة وكمر هرابة سهلة أها لا عديس محمد لا يقبل الله منه صرفة ولا عدل تلك حديث نبي صلى الله عليه وسلم وفرض في السنة من ما أرقاه لذلك إن كريد بقايا إن عقائد النوع عاسا قفك وأمنه وإله المكان الجهة يبوس يوحاس لقصة درسية دينته أو ما أنزل الله بها من سلطان وحب جاء إلهي وصل صلى الله عليه وسلم دجنا إن يعني أتكو خالدرتان وإن خيدي هذيك الغفق في النغل قد حد الدولة كجرة ومركع الله عميه يخش في الله يورا لنا ومركع إلهي يسوي سنة سعيد لذلك غفق معتبر في سوايا بلاليو وقوب بورو فدام هذا يعني فتن كيلي بطن عليهم وفتن بدأ يجيشته ولي قلنا يعني فنه ويجيه جيشته ومعتقد في حقي سواء يسكوه يرني جريح حق عقيدة يعني هو حسوما رأي أدون كان مرتدعا فرابضان ما قعيه فرابضان له هي أصاليم كلا دبدوان كوش غيرس إلا قرن قلنا نويجنا لكن واحد الرواقفكم مرهو إن وكفر سواء واحد وحقين بينا آمنا يو إلا ينغضان واحد كتابك إلهي إيا أحاديث النبي وكبر صلى الله عليه وسلم معلم في سيسي إلهي كحر شيخي أسماء إلهي مقع إلهي قفوا كم قلوا قهر إلهي كحر
يولي يا مسيح إنه قال يعني قف كاسوك إنه قال جلد جلدها يعني كحر وسرع ذلك. لذلك أنا كاسنا يعني إله وقبقة وكذب تونادا يا الله يكون مرن خرابين كلمة ذي أنت عاصم يوم قصة وختير. وجزاكم الله خيرا وشكرا على حسن استماعكم. هذا لكم هاتين بليس من شرف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا. كاسوه هو الشيخ أبو بكر حسن مالي وموضوع قيمة بدنا عاوي نفسه تيزي لا يخير من أكوا بعض مريو وحان ردينا يا عاوي سيفوه يوفى إلى صور حضور كان يعاوي عن صور حضور نبو نغندر حضور تاريخي انت عيان جعنا إلى نقودهان كسر قبل قبلنا موضوع يا عاوي حفلة الروحة في لي ومشايخ دعي نفسه تيزي انت يا كسر قابلنا إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.